بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي تجويد بأمارياتك داتايوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نلاتشوف ياو بزوية تفافاني مسلنيال، الحمد لله يا زارم بسلام من الجنين فترتشن الله سبحانه وتعالى تلك مسكنا إجابة ولا لون بمكتل إن شاء الله لك رأس سلعي أن تتكسو يا أحكام متجانسين متماثلين إن يا أحكام متجانسين تمرتني من نايو إن شاء الله يا بكل ساملكم علتنا بكل سامر كنا يمنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. عندما يتوقعوا أحكام متماثلين إنا أحكام متجانسين بتملك بتملكة سفا بعلى ملك ويتنا جرسنا النقرقن عندنا نتشاكشن يالقبان سلالة عندهم دقمو عندنا نتياكوشم سلالة نسو قلصونو لا تشوهن دالف وده متقاربين كما قبات يبافيت نزيهن متماثلين إنا متجانسين بدن بترد تدرقات شوف حافظات شو تند تلفو بما السبنو إن شاء الله إنا هلات شوهم تكرة تدرقات شوف إن التكتات تلون يتيقالو إن شاء الله يتنقاقرن ينبرونا يتنقاقرن يمتانو سلا أحكام متماثلين أحكام متجانسين أحكام متقاربين إنا أحكام متباعدين مبالو تمرتوشن دالو سيهون كننيه كآراتو أحكامو تهلتون أيتنال بقرآن است يمتاقن يوچو من نيوم في دالات تتامرو يمتوت آرات هريتاوش بچاناچو يا مالت عندن يو تمساسا في دلاتوش ليهونو يتشلالو يتتعمرو تمرت يفتاروت مركب يهونوت وينم دقمو لتنيا متجانسين يهونالو مالتم بموش عبوتا عندينا تهونو ببهري تلاييتو وين بتوسنا بهريات شو يميلا يايو في دلاتوش ليهونو يتشلالو نزا يتتعمروت في دلاتوش مالتنو كما جمروس كما جرشو قرآنو استيالو تمانن يوم تمرت مالتنو بسوستانيا درجة لي بموچا بوتا يتكرار ربو في دلاتوش ليهونو يتشلالو يتكرار يتركبوت ويم يتتعمروت باراتانيا درجة دقمو وينم دقمو متباعدين يهونو في دلاتوش ليهونو يتشلالو متباعدين مالت يتراراكو بموچا بوتا ركات يعلاتشو مساري بنوسد على سبيل المثال طرف اللسان ان اقصى الحلق متباعدين بالالو وين مدقمو باحكام نون الساكنه والتنوين هنا باحكام ميم الساكنه عندهم باحكام اللام السواكن جزي اظهار هجقاتو تشندالو تنقاقرا النبره بأحكام نون الساكنة كنون الساكنة بمكتل حروف الإظهار وينم يا إظهار في دلاتو تشميب بالوت بميمتو قزي نون الساكنة قلس أدرقان ما مبابن دال لبن تنقاقران لأن حكم من دنو إظهارنو إظهاري هنا بات مكنياتو من دنو لأحكام نون الساكنة والتنوين بيتشا سايهون لا ميم الساكنة عندهم لا لام السواكن لنزهم هجقاتو تشونو يمتعل ما إظهار مالتنو تاليا إظهاري هنا بات مكنياتو سناي إظهاري هنا بات مكنيات من دنو نون الساكنة هنا ميم الساكنة هنا لام السواكن كإظهار في دلاتو تشكارا بموش أبوتا سلامي الراراكونو مثالي نون الساكنة كإظهار في دلاتو تشكارا يالاتو نركت بن وسد نوني الساكنة يمتوتاو بطرف اللسان نو حروف الحلقية وينم
የኢዝሃር ፊደላቶች የሚባሉት የሚወጡት ደግሞ በየት ነው? በጉሮሮ ነው። ስለዚህ የምላስ ጫፍና ጉሮሮ በጣም ትልቅ የሆነ ወይንም ሰፊ የሆነ መጠነ ሰፊ የሆነ ርቀት አላቸው ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? ሙተባዒደይን ይባላል። ተራርቀው የሚወጡ ፊደላቶች ተጣምሮ በሚመጡ ጊዜ ወይንም መውጫ ቦታቸው የተራራቁ ፊደላቶች ተጣምሮ ሲመጡ ምን ይባላሉ? እነዚህ ሙተባዒደይን ይባላሉ፣ የተራራቁ ፊደላቶች። እና ማንኛውም ፊደላት ተጣምሮ በሚመጡ ጊዜ አራት ሁኔታዎች ብቻ ነው ያሉት። ወይ ተመሳሳይ ፊደላቶች ይሆናሉ የተጣመሩት፣ ወይንም ደግሞ ሙተጃኒሲን በመውጫ ቦታ አንድ አይነት የሆኑ ፊደላቶች ይሆናሉ የተጣመሩት፣ ወይንም ደግሞ ሙተቃሪበይን በመውጫ ቦታ የተቀራረቡ ፊደላቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይንም ደግሞ ሙተባዒደይን የተራራቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ሹፉ ደረጃው ራሱ በደረጃ ነው የተቀመጡት፣ ተመሳሳይ አንድ አይነት ሆኑ ማለት ነው። ምሳሌ ላምና ላም፣ ቃፍና ቃፍ፣ ካፍና ካፍ፣ እነዚህ ምንድናቸው? የተመሳሰሉ ፊደላቶች ይባላሉ። ሙተጃኒሲን ስንወስድ ደግሞ የተመሳሰሉ ሳይሆኑ በመውጫ ቦታ አንድ አይነት የሆኑ። ሶስተኛውን ስንወስድ ሙተቃሪበይን፣ ከሙተጃኒስ የተወሰነ ወረዳ ራቅ ያለ ማለት ነው። ሙተቃሪበይን ማለት በመውጫ ቦታ አንድ የሆኑ ሙተጃኒሲ ናቸው፣ በመውጫ ቦታ ደግሞ የተቀራረቡ አንድ አይነት ያልሆኑ ደግሞ ምንድን ይባላሉ? ሙተቃሪበይን ይባላሉ። ከሙተቃሪበይን ደግሞ ርቀት ያለው ደግሞ ምንድን ነው? ሙተባዒደይን፣ የተራራቁ በመውጫ ቦታ የተራራቁ። ስለዚህ በስቴፕ ነው ማለት ነው። መጀመሪያው ሙተማሲለይን፣ ሙተጃኒሰይን፣ ሙተቃሪበይን እና ሙተባዒደይን። እነዚህ ሁኔታዎች ብቻ ነው ያሉት ማንኛውም የአረበኛ ፊደላት በሚጣመሩ ጊዜ ማለት ነው። ጠይብ፣ አሁን እነዚህ የአረበኛ ፊደላቶች ጥምረት ሲፈጥሩ በእነኚህ አራት ሁኔታዎች ነው ካልን እያንዳንዱን እንሄድበት፣ እያንዳንዱን እንነጋገር። ሙተማሲለይንን በተመለከተ አይተናል። ሙተማሲለይን ማለት የተመሳሰሉ ፊደላቶች በባህሪም ሆነ በመውጫ ቦታ ማለት ነው። ያ ማለት አንድ አይነት ፊደል የሆነ ካፍና ካፍ፣ ላምና ላም፣ ካፍና ካፍ፣ ታና ታ የመሳሰሉት ፊደላቶች ተመሳሳይ ፊደላቶች ጥምረት በሚፈጥሩ ጊዜ እነዚህ ምን ይባላሉ? ሙተማሲለይን ይባላሉ። ታዲያ እነዚህ የተመሳሰሉ ፊደላቶች በሚጣመሩበት ጊዜ አሁንም በሶስት አይነት መልኩ ነው ተጣምሮ የሚመጡት። እነዚህ ተመሳሳይ ፊደላቶች አንደኛው ጥምረታቸው እነዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ፊደላቶች ወይንም ሁለቱም ተመሳሳይ ፊደላቶች ሙትሐሪክ ሆኖ ይመጣሉ። ሙትሐሪክ የተሐረኩ ፊደላቶች ወይንም ደግሞ እነዚህ ተመሳሳይ ፊደላቶች መጀመሪያው ሱኩን ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ ሙትሐሪክ የሆነ ፊደል ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ሶስተኛ የመጀመሪያው ሙትሐሪክ ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ ሳኪን የሆነ ፊደል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሙተማሲለይን የሆኑ ፊደላቶች ስንት ሐለት አላቸው ማለት ነው? ሶስት። አንደኛው ሙትሐሪከይን ሆነው ይመጣሉ ሁለቱም። ሁለተኛ መጀመሪያው ሳኪን፣ ሁለተኛው ሙትሐሪክ፣ ሶስተኛ ደግሞ መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሁለተኛው ሳኪን ሆነው ይመጣሉ። እነማን? እነዚህ የተመሳሰሉ ፊደላቶች ወይንም ሙተማሲለይን የምንላቸው ፊደላቶች ማለት ነው። በዝርዝር ሁላችሁም ኢንሻአላህ ተረዱኝ። ሁላችሁም ጀዛኩም አላሁ ኸይረን። ታዲያ እነዚህ ስም ተሰጣቸው የተጅዊድ ምሁራኑ ሲያስቀምጡ ዝም ብለው እንደዚህ በደረቁ ሳይሆን እነዚህ የተሐረኩን ፊደላቶች ምን እንበላቸው በሚል መጀመሪያው ሳኪን የሆነውን ሁለተኛው ሙትሐሪክ የሆነው ምን እንበለው በሚል የራሱን የቻለ ስም አስቀምጠውለታል። እነዚህ ሁለቱ ሙትሐሪክ የሆኑ ፊደላቶች ከመጡ ሙተማሲለይን ሆነው የተመሳሰሉ ፊደላቶች ሆነው እነዚህ የተመሳሰሉት ፊደላቶች ደግሞ ሁለቱም የተሐረኩ ፊደላቶች ከሆኑ ምን አሏቸው? ከቢር ትልቅ አሏቸው። ከቢር ለምን ከቢር የተባሉበት
ሁለቱም ሙትሐሪክ ስለሆኑ ነው። ሙትሐሪክ ደግሞ ከሳኪን የበለጠ ነው። ሙትሐሪክ ከሳኪን የበለጠ ነው። ሳኪን ከሐረካዎች ያነሰ ዝቅተኛ ስለሆነ ምንም አይነት ስኩን ጋር ግንኙነት ስለሌለ ሁለቱም ሙትሐሪክ ሲመጡ ከቢር ከቢር ብለውታል። ሁለተኛውን ደግሞ ሙተማሲሌን ሽስሙ መጀመሪያው ሳኪን ሁለተኛው ሙትሐሪክ ሲመጣ ደግሞ ሰጊር አሉት። ለምን ይህ ሙትሐሪክ የሆነው ፊደል ከሳኪን ከሆነው ፊደል ጋላ ስለተጣመረ ሰጊር ከመጀመሪያው ያነሰ ብለው አመጡት ማለት ነው፣ ትንሽ። ሶስተኛው ደግሞ መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ ሳኪን ሲሆን ሙጥለቅ ብለው አስቀመጡት ማለት ነው፣ ከሁለቱ ወጣ ያለ ስለሆነ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ሙተማሲላይን የሆኑ ፊደላቶች በዚህ አይነት ሁኔታ በሚመጡ ጊዜ ከቢር፣ ሰጊር እና ሙጥለቅ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሙተማሲላይን ወይንም እነዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ፊደላቶች ምን ሆኖ ይመጣሉ ማለት ነው? በዚህ አይነት ወይንም በሶስቱ ሐለቶች ይመጣሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ያ ኢኽዋ ይቆራረጣል የሚል አለ። ድምጽ የማይሰማ ከሆነ ኢንሻአላህ እንትን ለማለት ለማስተካከል እሞክራለሁኝ። ሁላችሁም ጋር ድምጽ ትክክል ነው ወይንስ ይቆራረጣል? طيب ይሰማል የሚል እየመጣልኝ ነው። طيب جزاكم الله خيرا ምናልባት ይቆራረጣል የምትሉት የኔታችሁ ችግር ስለሚሆን ኢንሻአላህ ያው ታገሱና መጨረሻም ላይ ሸር ስለማደርገው እሱ ጋር ታዳምጣላችሁ። جزاكم الله خيرا እንግዲህ ሙተማሲላይን ሁኔታውን አያችሁት አይደለ? ሙተማሲላይን كذلك متجانسينም እንደዚህ ሆኖ ሙተጃኒሴን የሚባለው ትርጓሚው ሙተጃኒሴን መውጫ ቦታቸው አንድ አይነት የሆኑ ፊደላቶች ነገር ግን ደግሞ በባህሪ የሚለያዩ ፊደላቶች ማለትም በባህሪ ሙሉ በሙሉ ላይሆን ይችላል፣ በተወሰነ ባህሪያቸው የሚለያዩ ፊደላቶች ተጣምረው ሲመጡ ሙተጃኒሴን ይባላሉ። እነዚህም ሙተጃኒሴን ልክ ሙተማሲላይን ላይ እንዳየነው ሁኔታዎች ነው ሙተጃኒሴይንንም የምናገኘው። ያ ማለት ሁለቱም ሙተጃኒሴይን ፊደላቶች ሙትሐሪክ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ፣ ወይንም ደግሞ እነዚህ ሙተጃኒሴይን የሆኑ ፊደላቶች መጀመሪያው ሳኪን ሁለተኛው ሙትሐሪክ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ፣ ወይንም ይህ ሙተጃኒሴይን የሆኑ ፊደላቶች መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሁለተኛው ሳኪን ሆነው ሊመጡ ይችላሉ። ታዲያ ምንድነው? መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሁለተኛው ሙትሐሪክ ሲሆን ከቢር እንለዋለን። كذلك لا متجانسين ማለት ነው። ሙተማሲላይን ላይ እንዳልነው ሙተጃኒሴንም ላይ በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንለው። ስለዚህ ሁለቱም ሙትሐሪክ ሲሆኑ እነዚህ ሙተጃኒሴን የሆኑ ፊደላቶች ከቢር ይባላሉ። ሙተጃኒሴን ከቢር ይባላሉ። መጀመሪያው ሳኪን ሁለተኛው ሙትሐሪክ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ሙተጃኒሴን ሰጊር ይሆናል። መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሁለተኛው ሳኪን ሲሆን ደግሞ ሙተጃኒሴን ሙጥለቅ ይባላል። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚሄደው። ሀታ ሙተቃሪበይን የሚሆን ከዛሊከ ሙተባዒደይን ዋዲህ። ስለዚህ እነኚህ ተመሳሳይ የሆኑ ፊደላቶች እና በመውጫ ቦታ አንድ አይነት ሆነው በተወሰነ ባህሪያቸው ደግሞ የሚለያዩ ፊደላቶች አሁን በጠቀስኳቸው ሁኔታዎች ሆነው ይመጣሉ። እዚህ ላይ ባለፈው የተነሳ ጥያቄ ነበረ። እሱም ምንድን ነው? ምሳሌ ያ ሱኩን እና ያ ሙትሐሪክ በሚገናኙ ጊዜ በምን አይነት መልኩ ይነበባል የሚል ነው። ይህ ሙተማሲላይን ይሆናል ወይ ነው። ማንኛውም እንደተነጋገርኑ ያም ሆነ ያ ዋውም ሆነ ዋው ተመሳሳይ ፊደላቶች ተጣምሮ ሲመጡ ሁለቱም ሙትሐሪክ ሲሆኑ ከቢር፣
መጀመሪያው ሳኪን ሁለተኛው ሙታሪክ ሲሆን ሰጊር፣ እንደዚሁም ደግሞ መጀመሪያው ሙታሪክ ሁለተኛው ሳኪን ሲሆን ሙጥለቅ ተባብለን ነበረ። እዚህ ላይ ሑሩፉል መድ ጋራ ያ በሚመጣበት ጊዜ ይህን ሁክሙ በሙተማሲለይን ነው የሚያዘው ወይንስ ይቀየራል የሚል በውስጥ መስመር የጠየቃችሁኝ ያላችሁ የዚህ የሚያስ የሚሆን ተዘጋጅቷል። ያ ሱኩንና ዋው ሱኩን እንደዚሁም አሊፍ ሱኩን መድ ለመሆን መስፈርት አላቸው ብኢዝኒላህ። ከዚህ ደርስ በመቀጠል ማለትም ከሙተማሲሊን ከሙተባዒድ ሙተጃንሲል ሙተቀሪብ ሙተባዒድን ደርስ በኋላ በቀጥታ የምናየው የምንማረው ስለ መድ ነው። ኢንሻአላህ ዛሬ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። ከዚያ በፊት ግን የተወሰነ ለማስታወስ ያክል እነዚህ አሊፍ ሱኩን፣ ዋው ሱኩን፣ ያ ሱኩን የሚባሉት መድ የሚሆኑት ሸርጥ ሲያሟሉ ብቻ ነው መስፈርት አላቸው መድ ለመባል። እሱ መስፈርታቸው ምንድን ነው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። መስፈርታቸው ምንድን ነው? አልአሊፉ ላ ተኩኑ ኢላ ሳኪና ወላ የኩኑ ማ ቀብለሃ ኢላ መፍቱሓ። አሊፍ በመሰረቱ አንድ አህዋል ብቻ ነው ያላት። እንደሚታወቀው አሊፍ ሱኩን ሆና ብቻ ነው የምትመጣው። ከሷ ቀድሟት የሚመጣው ፊደል ደግሞ ሙትሐሪክ ቢሆን እንጂ አበደን አትመጣም። ይቺ አሊፍ የምትባለዋ ታዲያን። ይቺ አሊፍ በቁርአን ላይ ሙተማሲሊን ሆኖ የመጣ የለም ይላሉ። አላኩል ሐሊን አሊፍ አንድ ሁኔታ ብቻ ስለሆነ ያላት መድናት ሙተማሲሊን ጋር አትገባም። ሁለተኛው ዋው ሱኩን መድ ይሆናል። መድ የማይሆንበት አጋጣሚ አለ። መድ የሚሆነው ዋው ሳኪን ሆኖ ከሱ ቀድሞት የመጣው ፊደል ደግሞ ضማ የሆነ ፊደል ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ይህነ መድነቱ ተሟልቷል፣ ሸርጥ መድ ይሆናል ማለት ነው። መድ ይሆናል። ሶስተኛው ያ ሱኩን በተመለከተ ያ ሱኩን ሆና ቀድሟት የመጣው ፊደል ደግሞ ከስራ የሆነ ፊደል ከሆነ የመጣው መድ ነው የምትሆነው። ከሙተማሲሊን ጋራ ግንኙነት አይኖሩም፣ ምክንያቱም መሳቢያ ብቻ ነው የምንጠቀምባት፣ ወደ ማናበቢያ ነው የምትሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ለመሳቢያነት ነው የምንጠቀምበት። ነገር ግን አሁን በጠቀስኳቸው ሁኔታዎች ካልመጡ እነዚህ የጠቀስኳቸው ፊደላቶች ሙተማሲሊን ይሆናሉ። ምሳሌ ኢንሻአላህ አሳያቸዋለሁ ቢኢዝኒላህ ተዓላ። ምሳሌ ብንወስድ ምሳሌ ምሳሌ ፈናደው ወላ ተሒነ መናስ ፈናደው ወላ ተሒነ መናስ። ኢንሻአላህ ያው ጽሑፉን ተከታተሉ ቢኢዝኒላህ። ፈናደው ወላ ተሒነ መናስ የሚለውን ልጻፍላችሁና እዩት። ፈናደው ወላ ተሒነ መናስ ይላል። እዚህ ላይ ፈናደው ወላ ተሒነ መናስ ሲል ፈናደው ፈናደው ወላ ተሒነ መናስ እዚህ ላይ ፈናደው ስንል ዋው ሱኩን አግኝተናል። ጥሩ። እዚህም ላይ ዋው ሙትሐሪክ አግኝተናል። እየተነጋገርን የነበረው ደግሞ መጀመሪያው ፈትሃ መጀመሪያው ሐረካ ሁለተኛውም ሐረካ ከሆነ ከቢር ይባላል፣ ከቢር ይባላል። መጀመሪያው ሳኪን ሁለተኛው ሙትሐሪክ ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ሰጊር ይሆናል። መጀመሪያው
متحرك كلتنياو ساكن كهنا دقمو مطلقي هونال مطلقي هونال. طيب أزي لاي فنادوا ولات حين مناص كم لولاي فنادوا واو سكوننا جنيتانا مد لم هون واو مسفرتو من دن نبري الكوت مسفرتو من دن نبري كواو سكون بفيت كان موت يميمات او فيدل ضم يهون فيدل مهون اللبت مثالي بان بنوسد مالتي مثالي با زيلاي با بينور بادقمو بضم يتحرك بهون كزيام موسكون سنج أمر بات ما يهونال بعض ما سون بوب كان بر ميونو أجر نبر جزو صح كزيام موسكون سنج أمر بات ما يهونال بو من هنا ساب بعد الرجنو واوا لمن بتشانو من التكام بات مالتنا لمد النت بتشاي هنا مالتنا نجر جنزيلاي مسفرتو كواو سكون كادمو تيمت او فيدل من نبر مهون يلبت ضم مهون نبربت نجر جنزيلاي دال كواو كادمو تيمت او فيدل دال من دنو متحرك نو يهونو فتحة بفتحة يتحرك نو يهونو سلزيه من دنو ميهونو مالتنو مسفرتو لمدنت على بقاون مالتنو سلازي واو النواو بمتماثلين هجيجاتوش يجبالو من دنو هجيجاتو فنادوا ولا تحين سنل فنادوا ولا تحين من سنل كبير رمي هونو صح فنادوا ولا نلم فنادوا ولا تحين من بدن واو سكنن ودواو متحرك شافلك أن النانا بالن نجرجن بمد النت مكتوب يهونس مساري ستأتوالو إن شاء الله يبلتا قلت سندهون اللاتشو مساري بمد بما تمالتنا قالوا وأقبلوا مساري قالوا وأقبلوا إليه لنا قالوا تكتاتلون يا إخوة قالوا وأقبلوا قالوا وأقبلوا الزهلاي قالوا وأقبلوا سيل الزيلاي واو لنا جنيالن واو الزيهم لاي دقمو واو لنا جنيالن طورو ولاتا مسا سايفين اللا توش كمابتو متماثلين ببارو نبارا نجر جن الزيلاي واو سكون هنا واو سكون هنا كالسواق الماتي متاو فيدل ضم ما يهون فيدل كمتا مد النتنو يمن الجلجل بات وينم لما سابي النتنو يمن الجلجل بات تباب النبرة الزيلا يندمي تايو قالوا سنل كواسكن كان متيم التوفيل لام من دني هنا ضم هنا طيب كضم ما بمقتل دقمو يمن ناقنو في المعنى النو واو سكون النو واو سكون النيم ناقنيو سرزيخ لا مدينت بقطوال وينم يمدين مسفر تعمال طوال سرزيهن متماثلين إدغام أيهونم لمن واو إن إيه واو يمت ملكتوت عندين تسلال عدل مخارج الحروف لاي سن مار تستوسو كهونا حروف المدو تشوينم يفيدلات مسابياوچ مسابيا فيدلاتوچ يميبالوت بيت نو يميوطوت بجوف نبر يميوطوت عدل
በአልጆፍ ነው የሚወጡት። በአልጆፍ ነው የሚወጡት። በዚህ በአልጆፍ የሚወጡ ፊደላቶች እነማን ናቸው? አሊፍ ሱኩን፣ ዋው ሱኩንና ያ ሱኩን። ከአሊፍ ቀድሞት የመጣው ፊደል ፈትሐ፣ ከዋው ሱኩን ቀድሞት የመጣው ፊደል ዶማ፣ ከያ ሱኩን ቀድሞት የመጣው ፊደል ከስራ ሆኖ ሲመጣ መድ ይባላሉ። እነዚህ ሁሩፉል መዶች የሚወጡት በጆፍ ነው። በጣም ጥሩ። ዋው ደግሞ የሚወጣው ዋው ሙትሐሪክ ደግሞ የሚወጣው የት ነው የሚወጣው? ዋው በሁለት ከንፈራቶች አሸፈታን ነው፣ በሸፈታን ነው የሚወጣው። ስለዚህ የሑሩፉል መድ ዋው ሱኩን መውጫና የዋው ሙትሐሪክ መውጫ ቦታ ተመሳሳይ ነው? አይደለም። ስለዚህ ሙተማሲሌንን ተግባራዊ አናደርግም ማለት ነው። ይህንን ሙተማሲሌን አንልም። ቃሉ ወአቅበሉ የሚለው ቃሉ ወ የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? ሙተማሲሌን አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ዋው ሱኩን የምትወጣው የት ነው? በጆፍ ነው፣ መዷ ማለት የመጀመሪያዋ። ሁለተኛው ዋው ሙትሐሪክ የምትወጣው ግን በሁለት ከንፈራቶች ወይንም በሸፈታን ነው። ስለዚህ ሙተማሲሌንን ወይንም ኢድጋም ሙተማሲሌንን ተግባራዊ አናደርግም። የመጀመሪያውን ግን አይታችሁት ከሆነ ፈናደው ስንል ዋው ሱኩን ምንድን ነው? መድ አይደለም። ምክንያቱም መስፈርቱ ስላልተሟላ መድ ለመባል ቀድሞት የመጣው ፊደል ፈትሐ ስለሆነ። ይሄኛው ግን ቃሉ ያለው ግን ከዋው ሱኩን ቀድሞት የመጣው ፊደል ላም ምንድን ነው? ዶማ ነው፣ መስፈርቱ ተሟልቷል። ስለዚህ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው። የመጀመሪያው ሙተማሲሌን ተግባራዊ እናደርጋለን። ፈናደው ወላ አንልም። ፈናደው ወላ ዋው ሱኩን ወደ ዋው ጨፍልቀን ነው የምናነበው። ቃሉ ወአቅበሉ የሚለውን ግን ስበንበት ነው እንጂ የምናልፈው። ኢድጋምን ወይም ሙተማሲሌን ኢድጋምን ተግባራዊ አድርገን አናልፍም ማለት ነው። ግልጽ ነው ያ ኢኽዋ? ግልጽ ነው ወይ? እሺ፣ አሁን አንዲት ምሳሌ ልስጣችሁና ስለ ሙተማሲሌን ከመጀመሪያው ጀምሬ እንትን ማላችሁ። ያው እኔ ኢድጋም ብቻ ነው አሁን የምነግራችሁ፣ ምክንያቱም ሌላው ግልጽና ግልጽ ነው። መጀመሪያው ፈትሐው መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሁለተኛው ሙትሐሪክ ከሆነ ሁላችሁም ልታውቁ የሚገባው ነገር ከቢር መባሉን ነው። ከቢር ከቢር ይባላል። ሁለቱም ሙትሐሪክ ከሆነ መጀመሪያው ሱኩን ሁለተኛው ሙትሐሪክ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰጊር ነው የሚሆነው። ሁለተኛው መጀመሪያው ሙትሐሪክ ሁለተኛው ሳኪን ከሆነ ደግሞ ሙጥለቅ ነው የሚሆነው። ሙጥለቅ ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ ነው እናንተ ልትለዩ የሚገባው ነገር ያ ኢኽዋ። ጠይብ፣ አንድ ምሳሌ ልስታችሁና ሁለት ተመሳሳይ ፊደላቶች ሁለቱ ሙትሐሪክ ሆኖ ከመጡ ከቢር ነው፣ ሁክሙ ኢድሃ ተደርጎ ነው የሚነበበው። ምሳሌ ካስፈለገ እሰጣችኋለሁ ኢንሻአላህ። ምሳሌ ካስፈለገ ምሳሌ ኪታበ ቢልሐቅ የሚለውን ብንወስድ ወይንም ሐይሱ ተቂፍቱሙሁም ወይንም ሸህሩ ረመዳን አለዚ ሸህሩ ረመዳን ምሳሌ شهر رمضان يميلون بنوسد شهر رمضان يمجمعوا را من دنو ضمانو ولتن يورا متحرك بفتحانو ميم بزي ملكونا ميكمتو. طيب الزيلاي ሁለቱ ራዎች መጥተዋል። ራ ضمና ራ ፈትሃ። እነዚህ ሁለት ፊደላቶች የተጣመሩት ምንድናቸው? ተመሳሳይ ፊደላቶች ናቸው። ሳህ طيب የመጀመሪያውን ራ ብንወስድ በضمማ የተሐረከ ነው። ሁለተኛውን ራ ብንወስድ በፈትሃ የተሐረከ ነው። ስለዚህ ምንድናቸው እነዚህ? ሙተማሲሌን ከቢር ይባላሉ። ሑክሙ ኢዝሃር ነው።
قلت تدرغو يمين نبابنو. طيب ليلى مثلا الجمرات شو بزيهن انت انت مبارو تانا ما بدو مطلق ميلون بنوسد ما ننسخ ميلون نسد وينم شققنا يميلون نسد مثالي شققنا مثالي شققنا مثالي شققنا يميلون بنوسد شققنا قاف ولت قاف وش متوال قاف ولت قاف وش متوال ولت قاف وش جن يمجمل قاف متحرك ولت قاف ساكن نو بزي هون يتبمي مت أجزي مجمل متحرك ولت ودقمو ساكن هون وسيمة من نبري عنو مطلق نبري هون عنو يهنا مدينة ميهونو إظهار نو حكم ميهنو ميهونو متماثلين مطلق بالل حكم إظهار نو قد سأرقنا ربادن كبيرنا مطلقا بزي ملكو أيتنا النالفالن صغير بتملكة جين لكهون انداسا يهاتشو كحروف المد وجه ألو تمانين يوم بميماتو جزي مندنا ميهونو إدغام نو يميهونو مثالي اضرب بعصاك مثالي اضرب بعصاك اضرب بعصاك طيب ازيلاي اضرب بعصاك سنل ولت باو تشالو اضرب ازي لاي عند بالا اضرب سنل باسو كنو ولت تنيو دنو زي لاي با بيعصاك كملو ولت تنيو با دقمو من ونونو من ناقينيو متحرك ونونو من ناقينيو سلازيه يمجمرا ساكن ولت تنيو متحرك كهونه من دون يمي هونو صغير رمي هونو عدلا حكم من دونو إدغام أدرغن رمنا نبو مثالي اضرب بعصاك كم تلو إنا اضرب بعصاك كم تلو ما نيني هونو كان اللي ملو اضرب بعصاك اضرب بعصاك بزي ملكو أتبقى أتو ستكارو تويم تشافلك أتو ستانبوت نو كان اللي ملو سلزيه إن شاء الله إيهنا لمسرع الصغير ليلى سورة سورة القيامة مري على مثالي مالك مالية هلك يملون بتوصلوا مالية هلك عني سلطانية مالية سيل هالي سكتة اللطيفة قلج يتوسد قوم بلن تنفاشك إنسان تنفس كزي منك أتلو مالتلو مالية هلك مالية مالية هلك عني سلطانية الزيلاين نزي بلو يصفان مالك كرتاب مالية هلك عني سلطانية سورة القيامة طيب مالية سنل كهاي سالك يسين ملك كتم على تنو سورة القيامة اللي تقيم تلتشو ما قم كفل لجن مالية هلك بلن سكتة أدرجن نالفلن نجر جن ما قتل كسف اللججين بحفص يتوددو توددو سكتة ما درجونو نجر جن إدغام ما درج ما نبب من نشلالن مساري ولتهم ها هانا شوارلا هانا ها سكتة يما ندرج كهونة سكتة يما ندرج كهونة من الندرج قال لنا مالتنو
هاوان ودها شفلك أني من نبو ماليه هلك ماليه هلك بزي ملكو هاوان وده التنيو ها شفلك أني من نبو ما قومو جن يتشعل نو بروني يميا موضوط إن شاء الله الناس زي بزي ملكو ينببال مالتنو اندزيهم دقمو كتابيه إني كميلو مالا ماليه هلك ميلو بزيه ملكو يمي ماتوتن كلنم بسكتا مالتنو قطعاتشو تمساسياتشو في الكهونة من أدرقن نكارالن إدغا مارقن نكارالن ما قومو جن سكتا إتوسنا تنفاشاتشنن تنفس سان تنفس قوم بلن مكتالو بتام يتودد بلون يميامت وسلزي إن شاء الله بزي ملكو صغير يقلس على مالتنو بمتمثلين جزي إن شاء الله هو لا تشمجا قريانا شوي مثلاً جلس أنا جلسي مثلاً يا يعني قبوا ولا طيب قلت سنو طيب هلك عني سلطانية يميلون عقينياتو سورة الحق سورة الحق هازت أن يوان كالسلي هلك عني سلطانية من ألا كالسبة في الدقمو ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية سورة الحق ها سمنتنا ها زتنينيو أنك السلعي مالتنا طيب فوزيات نبرة سورة كوتر سساسوس عندك يعني متوس متمثلين مدخل لو نوي من نبو ولد سكون سمتو يمنا سستين يونا بلين هذه جهنم التي كنتم توعدون الزلاي متماثلين هونو في دلاتوك يدلوم الزلاي متماثلين يهونو في دلاتوك يدلوم متباعدين الزلاي على جن متباعدين على درس نباتم سلازي سندر سبات اهون لتيزو يميقبو نقر متماثلين إن متجانسين بتشانو ليلو هج سندر سبت قد سون الله تشوال إن شاء الله زلاي سورة الحق هلك عني سلطانية مالية هلك من ستا يزود بزي ملكو ينبب على مالتنو متماثلين إن شاء الله صغير كبير صغير إن مطلق بزي ملكو يقلز عنه متجانسين بتملكته بموج أبوتا عندنا تونو بموج أبوتا عندنا تونو ببحري يميل ليايو في دلاتوج موج أبوتا شو عندنا تونو نجرجن بتوسنا بحري يميل ليايو في دلاتوج النزي من يبرلو متجانسين يبرلو طيب النزي متجانسين ديك متماثلين بقلز كوت مجمعين
ساكن مجمرة متحرك ولتنيو متحرك كونه كبير مجمرة ساكن ولتنيو متحرك كونه شو اسمه كبير مجمرة ولتنيو صغير صوستنيو متحرك ساكن كونه مطلق اندمي بال تنقاقرنال اهون زي لاي كبير لنا مطلق يميلوت اظهار ناتشو صغيرم اظهار نو نقرقن صغير نقرقن صغير لاي سبات تمرتوش سيكارو ليلا وچو اظهار تدرقوني من نببوت النزين سبات تمرتوش بالفو تاكشاتشو اللون كزان يوم الساري مالتنو النزيا بچا سبات تمرتوش بچا سيكارو ياندانو اظهار تدرقونو كبيرم صغيرم مطلقم اظهار تدرقونو يمين نببوت سرزي هلاتشوم إن شاء الله ين للتوقي قبل النزي تمرتوش إن شاء الله عند جزيرة سافر لاتشونا كذابوها لا النزي قرآن لي بميمة جزي النزي تمرتوش هلاتشوم لي تاتشو للتوقي شيء قبل عندنا ذل إن عندنا ذل إن ضا هلاتنا دال إن تا دالنا تا سوستنياو تانا دال تانا دال أراتنياو تانا طا تانا طا أمستنيا أمستنياو تانا ذال تانا ذال سدستنياو بانا ميم بانا ميم سدستنياو بانا ميم سباتنياو بانا تا بانا تا النزي سبات تمرتوش سيماتو من دنهنون من نبابوت إدغام تدرجون مين من نبابوت إدغام تدرجونه يمين نبابوت ما جمر أو ساكن ولا تنياو متحرك خونو سيمات أمرت نزي سبات تمرتوش مالت نزي سبات تمرتوش بمي ما تو جزي إدغام أدريب مجالي من نبابو سلازي متجاني سيني ببارود إدغام يمدرقوتن بيتشا ما يزنو يعني كلان نو مالتنو سلازي إن شاء الله الله تشينم لن ليو يقبال تياكي كفيت شدة هونو سيمتا كفيت شدة هونو سيمتا كذا بهلا مجمرة وسكون هونو لتقو متحرك كمتا سلزي ولا فيت انما لسالن عندي مكنياتهم شدة ولا يلان زلايت ياكو حقيقة قد صار هون اللينيم في توقع شدة هونال كذا بهلا سودقمو سكون هونال كذا قطر متحرك كمتا زي لاي بعد جورو مجمرة وساكن إدغام يمد درجو مجمرة وساكن هونو ولتن يوم متحرك هونو ولتن يوم متحرك كلاي شد اسك أما تبتال إدغام بمي هونو لاي متماثلين هنا متجانسين ملاي يزاني يا مجمرة وساكن هونو فيدل إن زلنا قطع يالون فيدل عتبك أنو يمنا نبو يا مالت يزلنا فيدل وستجع فلك مالتنو جع فلك نو مالتنو شد اسيون يا نيو مالتنو مكياتهم شد بمي درجو بتجزي ويقول في لاتوش مجالج أصله هنا يا سكوني هنا فيدل بوسط ما يزون
የሚያመላክት ነው ማለት ነው። ማ ሱኩኑ ማለት ይሄ ሸዳው ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ለፊቱ ጋር ወይንም ከሱኩን ከሆነው ፊደል በመቀጠል ሸዳ ካለ ያ ቀድሞት የመጣው ፊደል የሚጨፈለቅበት መሆኑን ያው የሚያመላክት ነው። ይሄ ባጭሩ ሀታ ሙተማሲለይን መሆን ሙተጃኒሴን መሆን ሙተቃሪበይን ማለት ነው። አሁን ከጠቀስኳቸው እዚህ ሙተጃኒስ ላይ ያሉት ከነዚህ ፊደላቶች ጥምረቶች ውጭ ያሉት ሙተጃኒሴን ሁሉም ኢዝሃር ተደርጎ የሚነበቡ ናቸው። ስለዚህ የሚያስቸግሩ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግን ልትሸመድዷቸው ይገባል። ዛልና ቫጋ ሲመጡ ዳልና ታ፣ ታና ዳል፣ ታና ጧ፣ ታና ዛል፣ ባና ይቅርታ፣ እዚህ ላይ ታና ዳል ሳይሆን ታና ዳል ማለት ነው። ታና ዳልም ይቅርታ ተብሏል እዚህ ላይ ደቂቃ ታና ዳል ታና ጦ ሳና ዛል ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ላይ ሳና ዛል እዚህ ላይ ሳና ዛል ሳና ዛል እዚህ ላይ ሳና ዛል ባና ሚም ዋና ታ እነዚህ ሰባት ጥምረቶች ብቻ ሲመጡ ኢድጋም አድርገን የምናነባቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህን መሸምደድ ነው ማለት ነው። ሌላው ኢንሻአላህ ያው ግልጽ ተደርጎ የሚነበብ ነው በሙተጃኒስ ቢኢዝላህ። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ሙተቃሪበይንን በተመለከትን የምናየው ሙተማቲለይን እና ሙተጃኒሴን ጋራ ምንም አይነት ችግር ሊኖር አይገባም ማለት ነው ኢንሻአላህ። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን፣ ሁላችሁም ልትረዱ ይገባል። ጠይብ ገብቷችኋል አይደለ? ሁላችሁም ይኸዋ ገብቷችኋል። ጠይብ ሙተማሲለይን እና ሙተጃኒሴን ካሁን በኋላ እንመለስበትም ኢንሻአላህ፣ በሚቀጥለው ነው የምናየው ኢንሻአላህ። በሚቀጥለው ሙተቃሪበይን ነው የምናየው አዲስ ማለት ነው። ከዚያ በፊት ግን እነዚህን አሁን ይቅርታ ተቋረጠ ኢኽዋ ማሊሽ ኔት ጠፋ ብሎ ነበረ። ጠይብ ነገ ኢንሻአላህ ያው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገር ያምቻቸው እና ሙተቃሪበይንን ኢንሻአላህ እናያለን። ከዚያ በፊት ፕሮግራሙን እንዳያችሁት እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ኢንሻአላህ አዳዲስ ትምህርቶች ይሰጣሉ። በዋትሳፕም ኢንሻአላህ መግባት የምትፈልጉ ወንዶችም ለብቻ የሴቶችም ለብቻ አለ። በውስጥ መስመር ኢንሻአላህ ማናገር ትችላላችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። የዛሬው እዚህ ጋር ይበቃል ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።